السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقوم هيئة تقنية المعلومات بإجراء استطلاع رأي، وذلك لقياس مدى رضا الأفراد عن الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها بعض الجهات الحكومية. آلية إجراء الاستطلاع هي عبارة عن مقابلة عدد من زوار المراكز التجارية في كل من محافظات مسقط، شمال الباطنة، محافظة الداخلية، محافظة ظفار، ومحافظة البريمي، وذلك خلال شهر 3 من عام 2018. لذا نرجو من جميع المواطنين التعاون مع جامعي البيانات، واعلموا بأنه البيانات سرية وفقاً لقانون الإحصاء المعمول به في السلطنة. شكراً لكم.